السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعافية ان شاء الله. المشاهدين الكرام، هذا جاي مول الفيديو السابق، يعني الفيديو الاول اللي درت على ابو الجبار. دابا هذا تابع الفيديو الاول، لان كاين شي بلايص هنايا ما كبدناش واحد الفيديو ولا جوج ولا ثلاثه، لان كل خطره نديرو شويه. دابا كما كتشوفوا كنتواجدوا في واحد المنطقه زوينه بزاف، يعني الطريق اللي كيخرج لبوجيبار، الطريق اللي كيخرج يعني من الجبل يعني الفوق، يعني منتزه بوجيبار. حنايا كنتواجدوا هنايا في واحد البلاصه كما كتشوفوا، غادي نشوفوا شنو كاين في هذه البلاصه هذه. خليكم معايا. الطريق اللي كيطلع ما عارفين كيدي هذا الطريق، مازال ان شاء الله غنطلعوا معاه نشوفوا فين غادي يدينا. ولكن حنا انا دابا كنشوف هذه الطبيعه، تبارك الله على الطبيعه اللي كاينه هنايا، يعني فوق منتزه بوجيبار كما كتشوفوا. هاد الطريق راه طلعوا لواحد البلاصه، دابا نشوف ان شاء الله نكتشفوا ان شاء الله الطريق فين غادي يدينا. كما كتشوفوا هذا هو منتزه بوجيبار، حنا جينا فوق منه منتزه بوجيبار، راه حلينا لتحت، دابا حنا الفوق كما كتشوفوا. مدينه كتبان غير شويه من هنا كما كتشوفوا، ولكن ان شاء الله دابا غنطلعوا مع هاد الطريق هذا ونشوفوا فين غادي يدينا. خليكم معايا باش ان شاء الله نشوفوا فين غادي يدينا الطريق هذا. كما كتشوفوا الغابه، تبارك الله الغابه، لان هذه ما يعني ما محسوبش على منتزه، لان وربما ما دارولوش الدروج ولا ما نعرفش، لان لتحت يعني اللي خدموا راه لتحت، هذه رجعت الفوق يعني في الطبقه الفوقانيه. هو دابا ها هي منتزه بوجيبار كما كتشوفوا، هذا هو يعني راه لتحت. حنا دابا طلعنا فوق منه شويه، دابا نكملوا على الطريق ديالنا. خليكم معايا ايوا تشوفوا المشاهدين الكرام فين غادي يدينا الطريق هذا. الحسيمه راه خلينا لتحت كما كتشوفوها، هي كتبان من هنايا. حنايا راه طلعنا في الطبيعه ديال الله سبحانه وتعالى. شوفوا الطبيعة اللي كاينة هنا فوق منتزه بوجيبار، تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الطبيعة كاينة هنا. نشوفوا فين غادي يخرجنا هذا الطريق هذا. اول خطره كنطلع على هذا الطريق هذا، اول خطره جيت لهاد البلاصه هادي. ونشوفوا ان شاء الله فين غادي يدينا هذا الطريق هذا، واش غيطلعنا فوق الجبل باش نشوفوا الجبل يعني بوجيبار، يعني منتزه بوجيبار كيف داير من الفوق. الله يطلعنا فوق الجبل نشوفوا المناظر من الفوق كاع. الله المشاهدين الكرام كما كتشوفوا، نشوفوا المناظر اللي كاينين هنا الفوق. انا بعد اول خطره كنطلع هنايا كما كتشوفوا، هنايا اللوز هي كاينين الناس ساكنين هنا كما كتشوفوا، الشجر ديال اللوز هنا تبارك الله. نشوف واش كاينين شي ناس هنايا ولا لا، واش كاين شي طيور ولا ما كاينش. دابا ان شاء الله غنكتشفوا كلشي ان شاء الله. اكتشفوا معنا المشاهدين الكرام، حنا دائما معكم كما كتشوفوا، تبارك الله واحد المنظر زوين بزاف. اي حنا طلعنا من هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا. شوف فين جينا المشاهدين الكرام، جينا هما الديور، كاينه الديور. شوفوا ونوقفوا بعدا نصوروا شويه من هنايا. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، حنا طلعنا من داك الطريق، راه هو يعني واحد المنظر زوين بزاف. كما كتشوفوا راه كاينين الديور، وكاين حتى كيسميتو ديال الريزو هنايا تبارك الله.
الريزو راه كاين كما كتشوفوا تبارك الله، واحد المنطقه واعره صراحه، والله الا واحد المنطقه واعره. انا اول خطره كنجي لهاد البلاصه هذه، لان مازال ان شاء الله غنكتشفوا شحال من حاجه. اكتشفوا معنا حتى نتوما، خليكم دائما معنا كما كتشوفوا. دابا نطلعوا ان شاء الله لهاد البلاصه هذه ونشوفوا شنو كيتشاف في هاد البلاصه هذه. كما كتشوفوا في واحد البلاصه زوينه بزاف، وكتبان يعني الجبال، ما كان غير الجبال والطبيعه. خليكم معايا نطلعوا لفوق ان شاء الله. حنايا غادينا المشاهدين الكرام نكملوا على الطريق ديالنا. الطريق تبارك الله صوبوه، يعني صوبوه اولا هكا كان الله اعلم، ولكن كما ظنيت انا عاودوا له، لان كتشوف بحال الا هذا الشيء طري، ماشي يعني ماشي قديم. تبارك الله على مناظر المشاهدين الكرام. المشاهدين الكرام على واحد الطبيعه كاينه، واحد الطبيعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حنا دابا وصلنا لهاد الشارع هادي، هاد الباديه كما كتشوفوا فيه الريزو، فيه كلشي تبارك الله. سعادتهم الريزو قريب لهم، يعني كلشي ديالهم يعني يخدم مزيان، التليفون والانترنت. الريزو قريب، دابا داروا لهاد البلاصه هادي باش يشد كلشي هاد المنطقه، يعني دار واحد الخدمة زوينة بزاف. إوا حنايا جينا لهاد البلاصة، ما عمري جيت أنايا في هاد البلاصة بعدا. واحد المنطقة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الصراحة. غنوقفو هنايا نشوفو لتحت كيف دايرة المشاهدين، نشوف منين دزنا من تحت. دابا إن شاء الله غنزيدو شوية لقدام. شوفوا المناظر اللي كاينين هنايا، والناس ساكنين هنايا كما كتشوفوا. طبيعي واش من الطبيعه هنايا صراحه. وراه حنايا فواحد الطبيعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اول خطره كنكتشف انا هاد البلاصه عليه، وكتشفوا معايا المشاهدين الكرام ما شاء الله على مناظر كاينين هنايا، على مناظر على مناظر. دابا ان شاء الله غنوقفوا السياره شويه هنايا الفوق، وندير واحد الفيديو زوين بزاف. ولا تذهبوا بعيدا، واحد المنظر المشاهدين الكرام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. غادي نوقفو حنايا السيارة هنايا في هاد البلاصة هادي، هاد البليسة هادي هي مزيانة هكا، ولكني على منظر كاين هنايا المشاهدين الكرام. المشاهدين الكرام حنايا طلعنا كما كتشوفوا، واحد المنظر واحد المنظر ما شاء الله، أحسن منظر شفتو أنايا الصراحة. ما توقعتش أنا نشوف هاد المنظر هنايا كما كتشوفوا. الريزو جا يعني في الجبل، يعني اعلى جبل هنايا في الحسيمه كما كتشوفوا. الحسيمه كتبنى يعني هابطه بزاف، هنايا فوق منها كما كتشوفوا تبارك الله. الحسيمه كنشوفوها من هنايا كلها كما كتشوفوا، الحسيمه تقريبا كتبنى كون اي واحد الطريف اللي درقوا هذا الجبل هذا. الصراحه هذا الجبل هذا شوف تبارك الله على الجبل كاينين تبارك الله على مناظر المشاهدين الكرام. والله العلي العظيم تسكن هنايا احسن سكن الصراحه، ما تلقاش شي بلاصه احسن من هذه، وخصوصا اللي عنده سيارته
يعني ما شاء الله واحد البلاصه هنايا ما تلقاش احسن منها الصراحه، ولا يعني تبارك الله على منظر هنا الصراحه. تبارك الله مشاهدين الكرام على منظر هنا. المشاهدين الكرام كما قلت لكم تبعوا الفيديو اللي غيجي مور هذا، لان كاينين شي حوايج هنا ان شاء الله راحنا غاديين لقدام نشوفوا ان شاء الله المناظر اللي تابع لهاد البلاصه هذه. وما تنساوش تتابعونا، ما تنساوش تشوفوا المناظر مور هذا الفيديو هذا، لان غيعجبكم بزاف. انا عارف غيعجبكم، انا اصلا عجبوني ومازال كاينين مفاجات ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا اول شاطئ كيبان من هنايا، الشاطئ الشاطئ كسميتو ديال كلابونيتا كما كتشوفوا. يعني واحد المنظر المشاهدين الكرام، واحد المنظر ما شاء الله، واحد المنظر عجيب والله، واحد المنظر عجيب. وما تنساوش اللي ما اشترك معنا ودعموا الله يجزيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.